كسرت القوات المشتركة محاولة تسلل هي الثانية لبقايا جنوب الميليشيات الحوثية صوب الجبلية جنوب الحديدة خلال 24 ساعة الماضية. وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة وتلقت إصابات مباشرة في مخابئها، ورصدت اعترافات أحد المجندين في صفوفها وهو صومالي الجنسية، وستنشرها خلال الساعات القادمة في موقعها الرسمي. وكانت قد انفجرت عبوة حوثية الأربعاء الماضي بالمواطن صادق محمد علي ذو 40 عاما التي زرعتها الميليشيات بخط الجاح، وأصيب بجروح خطرة في أنحاء متفرقة من جسده، كما رصدت أيضا الخميس الماضي إصابات خطرة لمواطنين من أسرة واحدة برصاصتي قناص على خط الخوخة حيس.